بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العظيم. سلام الله عليكم يا مولانا. عليكم الله، عليكم من الله سلام ورحمة وبركة. ايه الأنوار دي؟ أنار الله قبرك ودنيايا كمان يا ريت. خلينا بس في قبرك. ربنا يطول عمرك ويخليك لينا يا رب. ربنا يكرمك وما يحرمناش من طلتك على الشاشه ابدا. امين، انا وانت والمسلمين يا رب. قبل ما نخش في الجد كده، في ناس كتير لسه ما تعرفش ان خالد الجندي عنده بامبينو صغير. بامبونايه صغيره كده جميله. قد ايه دلوقتي؟ عندها 7 شهور يا تامر. 7 شهور. 7 شهور. ينفع اسالك عن احساس الاب شويه لما يكبر؟ والله يا أخي أنا هقول لك على حاجة. المولى سبحانه وتعالى أما بيعطي على كبر بيكون نوع من المن والعطاء المتفرد في ذاته. وخد بالك إن أنا طول عمري بتمنى من الله سبحانه وتعالى إن المولود يكون أنثى. أنا بحب خلفة الإناث جدا جدا. علشان؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى ربطها بالموهبة وبالبشارة، بالهبة وبالبشارة. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبدأ بالإناث قبل الذكور. الحاجة الثانية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فربنا لو أنت خدت بالك من الآية يقول لك: وإذا بشر أحدهم بإيه؟ بالأنثى. البشارة هي الأنثى الحقيقة. صحيح. ولذلك يكون رزقها وافر وبتملى البيت بالدفء وبالعطاء وبالإيمان وبالدين. وغير كده وكده الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بشر أنه له 3 بنات بأن له الجنة. خالد الجندي أزهري شيخا وقناة. قناة عارفينها، لكن ليه ناس بتشكك في الانتساب إلى الأزهر؟ هو مفيش أي حد شكك خالص في انتساب الأزهر خالص، بخلاف ما قاله فضيلة الإمام الأكبر في لحظة انفعال. أنا ما أعرفش سببها إيه أو خلافه، لكن الحقيقة هناك يعني بعض الناس يسألونهم عما يقولون، لكن أنا شخصيا خدته أنه من باب المزاح، لأن أنا لا أعتقد أن حد يشكك في أزهريتي يعني إلا إن كان بيمزح. وإذا افترضنا ظنك أنه سليم وكان الإمام الأكبر يمزح، أنت أيضا كنت تمزح عندما قلت على المشايخ هزبطكم؟ طبعا كنت بمزح. طبعا أنا معروف بالدعابة وكل عارف كده، وأحيانا الدعابة بتجر عليك وبال وبتجر عليك مشاكل لو حطيتها في غير موضعها، أو لو حطيتها في الموضع أو المكان غير مناسب. ما هذه المزحة كانت في موضع غير مناسب، كانت في مجمع البحوث الإسلامية وفي حضرة علماء أجلاء. لا حضرتك، ما أنا من العلماء الأجلاء، دي رقم واحد. تمام. رقم اتنين، إحنا كعلماء أجلاء إحنا على طول بنمزح، ومعروف للقاصي والداني إن أطيب ناس في مزاحهم هم العلماء. العالم الذي لا يمازح الحقيقة هو عالم جهول. أمال ليه غضب الدكتور أحمد الطيب وقتها ولم يكن إماما أكبر بعد ومجموعة من العلماء الآخرين؟ لأن الموضع لم يكن مناسبا، الموقف لم يكن مناسبا. الموقف أنه هناك نوع من أنواع التربص بالفكرة التي عرضت عليهم، وبالتالي الرجل لم يتحمل أنه واحد يمزح في هذا الموضع. ولذلك أنا عاوز أقول لك حاجة، هو الوحيد الذي اعترض على هذه المزحة في كل أعضاء المجمع. قد يكون رافض المزاح أصلا، وده حقه يعني. أنا لا ألومه في هذا، هو حقه، رجل عالم ورجل يعني كان ساعتها رئيس جامعة الأزهر وله وزنه واعتباره. إنما الحقيقة طبعا لم يعقب على هذه المزحة فضيلة الإمام الأكبر الراحل رحمة الله عليه الدكتور سيد طنطاوي. قال له: الرجل ما يقصدش، الرجل ما يقصدش. فالشيخ طنطاوي كان فاهم، في ناس بتبقى فاهمة طبيعتك إيه، والدكتور زقزوق ما علقش وكان موجود، والأستاذ الدكتور علي جمعة كان أستاذ. ومع ذلك قلت لهم: أنا أسجل احترامي لكافة العلماء وأسجل أسفي لكلمة حضبتهم. لماذا أصر خالد الجندي على
بين قوسين التمسح في كلمة الأزهر رغم معارضة الأزهريين لذلك. الشيخ طنطاوي الإمام الأكبر قال لهم يعني الراجل ده لو اسمه خالد الأزهر وعاوز يسمي القناه باسم ابوه هتعترضوا؟ فراحوا ساكتين، محدش عارف يرد الحقيقه. طيب هو سؤالي ليه اصريت على الاسم ولم تستجب لنصيحه الدكتور طنطاوي رحمه الله عليه وقال لك ما تغيرها بدل ما توجع لنا دماغنا؟ لان اولا انا مش بتمسح كما ذكرتم في شريف حديثكم في صدره الاول ان لا اتمسح في الازهر، لان انا عالم من علماء الازهر. لو كانت المشكله هي في شخص خالد الجندي انا اعلن من خلال برنامجك، من خلال برنامجك انا مستعد للتنازل باسمي وباسم شركاتي عن القناة والانسحاب فورا انا خالد الجندي من القناة بشرط انه يتولى الازهر الاشراف عليها والادارة عليها. هو دوت اللي لو هي دي العقبة التي تؤلم احد العلماء في هذه المسألة وقتها هتكون سعيد. والله هكون سعيد ومزقطط وهعمل قناة تانية خلاص اسمها ازهري تو. هل تعترف أن تشكيك الإمام الأكبر في تمويل ومصادر تمويل أزهري أضعف ثقة الناس فيها؟ هو أضعف ثقة الناس في التصريحات الرسمية الحقيقة، لأن الحقيقة يعني ده احتلال ل 18 جهة رقابية أنا وإنت عارفينهم في موجودين في الدولة. لما تتكلم عن مصادر أموال حد فأنت لازم يكون عندك أدلة دامغة، فقدامك حل من الاثنين لا ثالث لهما، يا إما أنك تبلغ وإلا تبقى متستر بما لديك من الأدلة وتتحمل المسؤولية. الشيخ خالد الجندي ليس مرتاحا لعلاقة متوترة مع الإمام الأكبر. عمري أنا ده الإمام الأكبر ده المظلة اللي بنستظل بيه. طب أنا لسه ما كملت السؤالي. طيب هي العلاقة مش بسببك ولكنها متوترة، ليست على أفضل ما يرام. علاقتك بالإمام الأكبر الراحل رحمة الله عليه كانت جيدة جدا. نعم. وأنا أعلم أنك تجله وتحترمه طبعا. الإمام الدكتور أحمد الطيب رحمة الله. طيب لم تحاول هذه الأيام أن تتقرب إليه وأن تسمعه الكلام الذي أعتقد سيحسن كثيرا هذه العلاقة المتوترة؟ لا والله حضرتك أنا رحت بالفعل لمكتبه وحاولت أن أنا يعني أوضح له وجها لوجه بعد التصريحات اللي نشرت في الأهرام ونسبت إليه، فيعني الحقيقة قال فضيلته ما نصه انه الحقيقه ان في كلام انا ما قلتوش، وانا يا سيدي بعتذر. قلت له فضيله الامام يعني انا من حق ان انا اقبل فيما يخصني، لكن شركات الاثنين اللي هم وقع منهم هذا الكلام ده محتاجين اعتذار رسمي، والى الان الى اللحظه اللي انا بكلمك فيها ما فيش اعتذار رسمي. هم الكلام اللي اتقال امبارح ان احنا حراميه وان احنا غسيل اموال وان احنا تجار بودره والكلام من ده يعني ما معناه يعني، وان ده غسيل اموال واموال مشبوهه، ده الكلام ده نوديه فين؟ نوديه فين؟ هو انتوا تشتمونا وما تعتذروش؟ ده مش منهج، ده مش اسلوب. انت ليه واسمح لي في قسوه السؤال اذا كانت قاسيه. نعم. يعني هل ترى انه ليس من حق الامام الاكبر ان يتساءل وليس يشكك، ان يتساءل في مصادر تمويل قناه على الاقل هي دينيه حتى وان كان اسمها اقرب الى الازهر، لكن على الاقل هي قناه دينيه وتتحدث باللهجه الدينيه. من حقه ان هو يتساءل؟ لا مش من حقه ان يتساءل. حتى التساؤل؟ حتى التساؤل. شيخ الازهر معاه التليفون انت عارفه. التليفون ده لو رفعه على اي مسؤول في البلد هيقول له اهلا يا فضيله الامام، يكلم بتاع الاموال العامه هيديله المعلومات الصحيحه، هيكلم الرقابه الاداريه هيديله المعلومات الصحيحه، هيكلم امن الدوله هيديله المعلومات الصحيحه، انما يكلم حد تاني ويديله معلومات مغلوطه توقعه في هذا الخطا. أنا زعلان وآسف ومكسوف ومحرج. أنا نملة، عارف النملة؟ شيخ الأزهر ده قامة كبيرة جدا. شيخ الأزهر ما ينفعش ينزل لمستواي أنا. شيخ الأزهر أكبر مني ومن أمثالي مئات الآلاف من المرات وسوف يظل هكذا. طيب. ونوقره في هذا الإطار. ما ينفعش بقى شيخ الأزهر يجبرك إنك تصحح معلوماته، ما ينفعش. لا، كده وقف بقى. لا، شيخ الأزهر أكبر من هذا بكثير. هل تعترف أن الخطاب الديني في مصر يعيش أزمة؟ لا ما اعترفش، ده هو يعيش كارثة. في فرق بين الأزمة والكارثة. كارثة. كارثة. الخطاب الديني في مصر، مصر التي كانت تحتل الصدارة، بيقولوا عليها دلوقتي بلغة جديدة بيقولوا عليها القوى الناعمة. هستغل المصطلح بتاع القوى الناعمة ده. كان العلماء الأزهر هم اللي بيتسيدوا العالم حقيقة. العلماء الأزهر اللي كان منهم ملوك ورؤساء ووزراء ورؤساء وزراء في دول أخرى.
خلينا نعترف بدي، كان أعظم سفير مصر بتبعته كان العالم الأزهري برسوخه بعلمه، كانت الشعوب بتلتف حوالين منه ولا داعي لذكر أمثال. إيه اللي حصل طيب؟ اللي حصل تقهقر شديد و و و وانسحاب انسحاب مشبوه من الساحة العالمية، انسحاب مشبوه، تقليص لدعم الأزهر، تقليص لدعم دعاة الأزهر وعلماء الأزهر. وفوجئنا وجات ثالثة الأثافي، إن إحنا لقينا علماء الأزهر بيتضربوا وبيتحبسوا في المطارات الدولية، ونسمع أن عالم أزهر الأزهر بعته يروحوا مسكينه بيهنوه ويروحوا مرجعينه في الطيارة. الأزهر محتاج إلى ثورة إصلاحية شديدة التركيز، وأنا شايف أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بدأ يعمل أمور كثيرة جدا امتدادا لخطوات السابق الراحل الشيخ سيد طنطاوي. كلام مهم جدا، تخريج علماء على أعلى درجة من الوعي وعلى درجة من اللغات والتمكن موضوع مطلوب. علشان كده قلت في تصريح للوس أنجلوس تايمز أنك المستقبل وكبار العلماء هم الماضي. لا لا لا، هو بيقول لي أنت كيف تفكر؟ قلت له أنا أفكر في المستقبل وغيري يفكر في الماضي. مش قلت له أنا المستقبل، أنا مش مستقبل ولا حاجة، مستقبل إيه؟ أنا الماضي دلوقتي، في دلوقتي جيل ما شاء الله طالع من العلماء. حضرتك أنا عندي 50 سنة يا شيخنا خلاص، إنما أنا ببص دايما للمستقبل، أنا ببص لبكرة. يعني موضوع ماتش مصر والجزائر، أنا في قناة أزهري قعدت أصرخ وولول قبل ما الماتش يتلعب بتاع السودان ده، وقلت يا جماعة ما تروحوش، الماتش سيؤدي إلى أزمة. القناة الوحيدة اتشتمت واتبهدلت واتقال عني كلام مش كويس، وفي الآخر حدث ما توقعت. هل خالد الجندي ندمان على الدخول في المصالحة التي لم تتم بين مرتضى شوبير؟ بالعكس، ده أنا نفذت أوامر ربنا، أندم إزاي؟ ربنا بيقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ده النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما كانش ندمان على حلف الجاهلية اللي كان فيه حلف الفضول، بيقول إن في الجاهلية لحلف لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. الواحد ما يندمش على خطوة فيها خير أبدا. لماذا صمت خالد الجندي في حلقة شوبير ومرتضى؟ عدة أمور. أولا، اللي بيدير الحلقة واحد اسمه الأستاذ الكريم المحترم محمود سعد، وليس من حق أي حد تاني أنه يتكلم بغير إذن أو يقطع الأستاذ محمود سعد فيما يتكلم فيه. فالأستاذ محمود هو اللي كان بيتكلم وهو اللي كان بيدير الحلقة. رقم اثنين، أنا كنت حريص على تجنب ما توقعته في الحلقة. أنا توقعت في الحلقة أنه هيحصل صدام، أنا ما كنتش مستحب هذا الأمر، وأنا شايف كان لي سابق تجربة وشايف عارف أنه مش عاوز الصدام ده يحصل، فكنت لا أريد أن يكون هناك عتاب بين الفريقين أو بين الطرفين على الهواء. وأدريت بهذا النصيحة، بل طالبت الأستاذ محمود سعد صراحة بإلغاء الحلقة وعدم إكمالها، لكن هو قال لي ده إحنا لازم نعمل. أنا شايف أن كثرة الكلام في الكلام العتاب ده ما كانش ينفع. لكن هل بعد انتهاء الحلقة هل ندمت على التواجد فيها؟ لا، مش هقول ندمت، أنا هقول أسفت لعدم سماع نصيحتي. زعلت قوي، قلت يا سلام. ده أنا تأكدت، قلت طب يا جماعة، أنا أقول لك على حتة يعني، قلت طب يا جماعة افترضوا أنه حد منهم قال لفظ خارج ولا حاجة لا قدر الله يعني، ولا هتصرف إزاي وإحنا على الهواء؟ قال لك لا، إحنا عاملين استعدادنا وكل حاجة.